السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في قناة أسرار النجاح. قبل أن نبدأ بحل المفتاح مستر، نتمنى من الجميع الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. بسم الله نبدأ. شكرا لكم على حسن المتابعة، ولا تنسوا تحديث البطاقات بالشكل التالي. أول شيء نفحص إذا كان هناك نيو كاردز. يوجد نيو كاردز، نقوم به بتحديثه. بسم الله. الآن نكمل التحديث. جميع البطاقات، لو استنفذت كل الألماسات التي معك لا يوجد أي مشكلة. هي تحديث الكروت هو أهم شيء في بوت هامستر. ويوجد هنا على إيرن يوجد مقطعين من الفيديو، نقوم بمشاهدتهن. لو لم تشاهدوا كامل لا يوجد أي مشكلة. الثاني، بسم الله، الثاني الذي شاهدناه البارحة. وشيء آخر، لا تنسوا الضغط هنا كما سبق وقلت لكم. هذه يقال إنها تحسن التعدين كما تشاهدون هكذا. ويوجد هنا أيضا ألعاب تستطيعون اللعب بها والحصول على الألماسات كما تشاهدون. استنفذت جميع الألماسات، بقي معي 195. احتمال أن الذي يقال صحيح، كما تشاهدون الرقم يزيد أسرع مع الضغط. لا نريد أن نضغط. احتمال أنه ليس له علاقة. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.